أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم عندنا موعد مع وصفة ديال الأخطبوط، ولكن أخطبوط ديالاش ديال بودنجال. هاد بودنجال غنديرو به وصفة أخطبوط بودنجال. هذا مكان ها الخدمة بدات. البودنجالة غتصاوب واحد الشكل يعني، وها الأخطبوط البري بدا كيبان الملامح ديالو. هذه وصفة إذن الأخطبوط البري، حيت أنا راه نتبع معكم هادشي هذا، فهمتيني؟ الأخطبوط البري بدا كيبان دابا. هذا حسب يعني المعلومات كيخصو يدير في الماء، يدير في الماء ويبقى في الماء عاد من بعد نشوفو شنو يعني التطورات ديال هاد الوصفة فين غتوصلنا. وصفة الأخطبوط البري، اذا غناخذ الاخطبوط البري ديالنا اللي مصاوب بودنجالة وغنديروه في الماء ويبقى هنايا تيتغسل مزيان وهذاك الشيء وهذا وهذا. ايوا حسب التعليمات كيخص الملحة تكون معاهم هنايا، مع هنايا وكيبقى يرقد هنا، فهمتي؟ واما الان كنجيب واحد ثلاثه البيضات وشويه ديال الابزار وشوية د الملحة أونفوي التحراك ديال هادشي هذا. ها كيفاش هكذا، يا سلام. ودابا كاين هادي السميدة الرقيقة، فهمتيني؟ حسب المعلومات مزيان. إذا كناخدو الأخطبوط البري ديال بودنجال، ما كنديروش دابا هنا هو الأول، إلا ها فين كيدير الأول البيض مزيان هكذا، يا سلام. ومين كيتمرغ مزيان في البيض عاد كيدار هنا، عاوتاني كيتمرغ في هاد السميده الرقيقه هادي، ومن بعد مباشره كيمشي يتقلى. اودي ما تنفع غير التاكرا العجيبه، حيت هذاك الماع الاخرين ما كيتسعش فيهم داكشي، عاد التاكرا هي اللي كتفك المشاكل. ها هي كتمرغهم مزيان مع البيض. ها ها شتي، حسن جدا. دابا هادي درنا في التكرا غير باش تسهل عمليات هاد القضيه هادي، فهمتي؟ ها. واما الان غادي ننتقل لهذا هكذا، يا سلام. شتي دابا الاخطبوط بودنجال ديالنا كيخص هذيك السميده تدخل له مزيان هي والبيض، فهمتي؟ دونك داكشي كيكون بالفن. حسن جدا. ومن بعد غادي خصو يمشي يتقلى. احنا في اي مكان دابا غنحطو غير التقلة هكذا، يا سلام. شتي ها، وها النتيجة المفاجأة، يا سلام. وجبة او وصفة الاخطبوط البري بالبودنجال، رائع. هادشي ظاهر مقرمل ومقرمش وبنين ولذيذ، يا سلام تبارك الله. واما طريقة التقديم النهائي، هنا كنوصل لكم المعلومات. فهكذا اللي ما بغاش يسميه أخطبوط بري يسميه كالامار بري. ولكن الحمد لله هادشي راه ظاهر لذيذ. انا غادي نذوق واحد شويه ونقول لكم. يلا بسم الله، راه بان لي واحد الطريف هنا. غنديروا له شويه ديال الحرور. اللي بغى يدير المايونيز، اللي بغى يدير الموطار، اللي بغى يدير كل واحد هذا الحار كيجي معاه رائع. بسم الله. رائع جدا. واما التكلفه بلا ما نتذكروا عليها، هذا طبق فاخر جدا بثمن بودنجاله وحده. شحال كتسوى بودنجاله وحده؟ قولوا لي نتوما. ولكن طبق فاخر جدا. بودنجاله شحال تكون؟ 2 دراهم، 2 دراهم. والبيضات المهم طبق 5 دراهم، ولكن فاخر جدا. وتحياتي عاليه جدا الى جميع الاصدقاء الاعزاء الشرفاء النزهاء.